حطت قطار طرابلس. تخيل اليوم هيدي التاريخية عم خبرك اياها، اجروها جراج كاميونات انه بيدخلوا مصاري، ليش هن لولا رمموها ما كانوا دخلوا مصاري اكثر؟ لولا هالكام ترين الموجودين فيها حطوهم بمحل شوي انعمل له ميزان فالور كمتحف، الزيارات لوحدها بتجيب مصاري بلوي. بلشت الحفريات بسكة القطار طرابلس من حوالي الأسبوع أسبوع ونص، كمان قدروا نقلوا جزء من القطارات على محل تاني ومبلشين حفر وعم بيشيلوا الرمل، وما اكتفوا بإزاحة قطارات من محلها، كمان بلشوا يتعدوا على سكك الترين ينقلوها يفكوها، ما عم نعرف وين عم تروح. وإذ بعد ما بنتحرك بنشوف إنه في إجازة انعطيت لشركة خاصة، شركة الكمال لركن شاحنات، مثل ما عرفنا بعدين من كتاب القائم مقام، اللي توجه لمصلحة سكك الحديد. وهون بنتأسف يعني إنه كيف ممكن بموقع أثري تنجرف الأرض بدون أي حسيب ورقيب، واللي انعطى الإجازة من مصلحة سكك الحديد بحجة إنه بتأمن دخل. يا ريت لو سألوا قبل اللي هن مؤتمنين على هالمكان. جريدة صوت الفيحاء سنة 92 ضوت على موضوع كتير مهم يلي هو موضوع سكة الحديد، وكتب وقت البحث أستاذ مارون عيسى الخوري، ويلي على أساسها مبين فيها بالجردة كل أبناء طرابلس أسماء العيل قديش دفعين كام لير الذهب وقديش حصصهم كلياتهم سوا، كل أبناء طرابلس مساهمين. المرحلة الأولى نحن قدمنا هذه العريضة للبلدية لأنه اعتبر أنه البلدية هي أول شيء هذه الأرض متاخمة طبعاً لو كانت ضمن سكك الحديد ولكن ضمن مدينة المينا. قدمنا للقائم مقام اللي هي مسؤولة عن رئاسة البلدية، ومنطالب بذات الوقت وزارة الأشغال بالتحري، منطالب حتى كمان وزارة الثقافة اللي بمناسبة إعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية بتحويل المكان إلى مركز لجذب السواح وجذب الزوار والحفاظ على هالمعلم الأثري.